يحسبوا ودهم أو دعمهم أو رأيهم. قالوا أن الإخوان المسلمين مدعومين من الغرب، مدعومين من الولايات المتحدة، يتحضرون مع حماس ومع الولايات المتحدة السعودية. تمنى الآن الذي وجهت الرئيس أحد التهم التي وجهت الرئيس يتحضر مع حماس. بس هذه التهمة التي يفرضونها يكررونها أصبح يعني عند مثلا الأنصار من الأول بشكتين من التذبذب، هذا التذبذب والتساهل الدولي مع الإقليم عادة لا يسمح بذلك مثلا. فهم من الأول بشكتين بالوقت الغربي عندما الحكومة أصبحت تروج، الحكومة الإنسان تروج أن الغرب أصلا داعم للإخوان المسلمين، أصبح الشق الآخر من الشعب متخوف ومشتت من الغربيين، وبالتالي أصبح كثير منهم تحت الاعتداء. يعني قبل فترة قتل مواطن فرنسي فقط كسر التجول، كونه سكر كسر التجول ذهب إلى السجن، قتلوا زملائه في السجن، هذا مواطن فرنسي. ثم مواطن أمريكي أيضا كسر حق التجول ذهب إلى السجن، ثم وجدوه كل شرق نفسه مواطنون كنديين بدون سبب كانوا ذاهبين يصوروا في غزة، شافوا المظاهرات صوروا المظاهرات مسكتهم الشرطة وأيضا تعرضوا للضرب في مصر. لكن هذه الحوادث هل تعتقد أنها ستؤثر على الرأي العام الغربي في مصر؟ الرأي العام الغربي بصورة عامة أصلا أن تفهموا فيه، يعني إذا أنت مواطن بسيط وتحاول أن تذهب إلى يفهموك أن تكون حتى طائر مسك طائر قالوا هذا الطائر فيها قطعة تتجسس يتابع الإخوان المسلمين وهو طائر يعني مهاجر. صريحة علمية لا أحد يسأل. على كل حال الموقف الغربي الرسمي لا يبدو بأنه يعتبر في معظم تصريحات المسؤولين الغربيين أن ما يبدو أن نظرة مثل الخلاف ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بأن هناك خارطة حرير ولديها أمل بأن تصل إلى مستواها. الولايات المتحدة في موقف متذبذب وهي أمام مأزق قانونا حسب القانون الداخلي الأمريكي الدستور الأمريكي لا يوجد لك الحق أن تقدم مساعدات مالية لبلد ديمقراطي تعرض لإضطراب عسكري. يعني كان ممكن يعطيه المبارك لأن ما كان بلد ديمقراطي، يعطيه استعداد عادي ما في مشكلة. ولكن ليس هناك الآن فالآن يوجد إقلاع فقانونا هم ملزمين حسب قانون الداخلي الأمريكي بأن يرفعوا مساعدات. أوباما تذبذب، وزارة الخارجية تذبذب، لا تريد أن تسميه انقلاب، لأن نحن نسميه انقلاب هم مجبرين. علقوا بعض هذه المساعدات، لكن احذر من الجهة التي تدفع وسوف تنجح بدفع هذا من هي؟ اللوبي الصهيوني. ولماذا؟ أي فهد على من يقول إنه أي قطع مساعدات المساعدات المصرية المساعدة الأمريكية لمصر هو ليس في صالح إسرائيل. هو يتحدث عن المساعدات العسكرية ولكن هل هي أمريكا هي 1.3 بليون دولار مساعدات الباقي يعني 1.5 هو المزمن. لكن هل وضع السلطة المصرية الحالية هي أن تقول هل يقبل حتى مستحق الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل؟ هم يعني حتى هم يدرسون الحالة، يعني هم وعدوهم عندما جاءوا إلى مصر وعدوهم أن هذا الوضع مؤقت وليس دائما هكذا. فمع مرور الوقت الآن اليوم في الشهر الرابع والمظاهرات مستمرة والاعتقالات مستمرة والقتل مستمر يوم بعد يوم سيكون أنهم غير مسيطرين على الأمر الواقع. في زمن المبارك كان هناك خوف، ذلك في زمن السادات في زمن ناصر كان هناك خوف، الناس لا تخالف لا صحفيين لا مظاهرين لا الناس ساكتة، فعندما الأمريكي يقول هناك استقرار لأن الناس متخوفة. لكن بعد ثورة يناير حاجز الخوف تقريبا انكسر، فالصعب أن ترجع بالنظام الدكتاتوري السابق والناس يعني غير متقبل به بالرغم من أنهم أظهروا قساوة لم يظهرها أحد قبل. ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية نمرت يظهر ذلك الصوت المحتج على مجازر ترى الحليف ذلك المحتج. السياسة الداخلية قيدة بشكل كبير الأيفاك منظمة الدول الصهيونية، هذا هو الذي يعني يؤثر عليهم. برأيك هل من بدائل الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تتحالف مع الإخوان المسلمين وتعيد أو تسمح بعودة الرئيس الحكومة المصرية للسجن؟ لا، هم ليس لهم دور ولا يمكن أن يتحالفوا معهم. هم أصلا إذا تتذكر كان أثناء الفيلم الوسيء للرسول
بين العلماء كانوا في جامعات في ليبيا وبعض جامعات في مصر وبعض قال علما عندما سألوه ماذا يدري في بلد حليفة مصر قال مصر ليس حليفنا. في زمن المرسي أوباما قال مصر ليس حليفنا. اليوم في زمن مبارك مصر حليفة. اليوم مصر حليفة. في زمن السيسي مصر حليفة. في زمن مبارك مصر حليفة. في زمن المرسي عندما سئل سؤال عن حلفائه في مصر قال لا يعتبر أن مصر حليفة. هذا أثناء المبارك اللي كان يعني أن المستقر لن تتحالف الولايات المتحدة لن تتحالف مع أقبل بأن يعود الرئيس محمد بن سعود. لا لا هو الذي تحالف يكون هو الحل من ناحية المسيرة لا طبعا ناس متندفل وفي حالة أن الشعب انتصر يعني على الانقلاب فالولايات المتحدة مجبرة ذات الوقت أن تتعامل مع ما ينتسب إلى المسلمين المتحدين تصبح في يعني في مأزق لم تذهب عليه. اليوم عندها حدث أن تذهب على طريق البلد في حالة ديمقراطية بعدين طبعا هذا الأمر إذا البلد لم يوصل إلى الديمقراطية لا يهمهم هم يتعاملون مع يعني هم يتعاملون مع الدكتاتورية أحسن منهم وكان ملف حقوق الإنسان اليوم رئيس الأسبوع محمد نفسي هو أكثر من الملفات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط الناعم على مبارك. الآن كيف يبدو لك ملف حقوق الإنسان في مصر بعد الانقلاب؟ كما ذكرت قبل قليل أغلبية ملف حقوق الإنسان تدين أشد يعني بأشد اللغة ما يجري في زمن الانقلاب وتقول أن هذا غير مسبق في تاريخ مصر الحديث. برغم أن إدانتهم لما كان يجري في كل المسابقة برغم أنه حتى ما جرى في عهد موسي لا ننسى أنه وزير الداخلية ووزير الدفاع في عهد موسي هو نفسه اليوم فإذا كان هناك تجاوزات يعني حتى في المحاكمات إذا كان هناك تجاوزات على زمن موسي ما هو جزء من المسؤوليات حمل وزير الداخلية لا هو طبعا برغم وزير الداخلية وزير الدفاع هو نفسه اليوم يعني ما بدلوهم فتحاكم الجسمة تحاكم الرموز السياسية السلطة التنفيذية على الأرض التي تجاوزت لازم نقول تجاوزت كل الأزمة هي موجودة لحد اليوم ما تغيرت حتى لا كان يسمع كلام يعني تأخذ اليوم شهادات أشخاص الشرطة ما كان يسمع كلام وقال وزير الداخلية بأنه لا كان يسمع إلى حد ما إلى حد ما إلى المعنى ويفهم هذه الإجراءات العسكرية الخليفة إجراءات السلطة الحالية هل يمكن بدستور هذا اللي مثلا يجري ومشرعا ما يجري في مصر من خلال اجراءات الدستور اللي تعد بلجنه التحقيق. من المفارقات واحد التسريبات اللي تنسب الى الدكتور السيسي وهو يحاول ان يعني يفكر بصيغه ان يجعل في الدستور اشاره لسلطه وقوه قاده الجيش بما فيهم نفسه. هو يفكر في ترشح الانتخابات في حاله عدم نجاحه في ترشح الانتخابات يريد ان يرجع الى منصب وزاره الدفاع وهو منصب حاليا يسيطر على الحكومه يعني لا يوجد اسمه وزير الدفاع هو الحاكم الفعلي للمنصب فمن ضمن هذا ان يدخل هذا الموضوع في الدستور لذلك عندما قال يريد ماده ان تحسن منصب وزير الدفاع الى تشكيله الوصول الى منصب رئيس الجمهوريه اي دستور يمكن في اي دستور يقبله العقل والمنطق يمكن ان يكون هذا هذا الدستور لما كان ينتقد الدستور السابق برغم يعني من الناقدين عليه وبرغم انه يعني لم يكن يفرح الجميع هذا لم يفرح اقليه الاقليه فبالدستور هذا لا يعتبره احد دستورا شرعيا ماذا يعني ان يكون لشخص حصان في دستور وبالقانون ماذا يعني في مبادئ التصفير التي يجب ان يكون الاساس اساسها العدل والمنطق ليست فقط في هذه النقطة، في كل النقاط الآتية في هذا الدستور لن يكون مقبولا. كلها في الدستور، لأن الدستور لا يشارك فيه، لأن تقنن الشعب، يعني لجنة 53 هذه معينة، من عينها؟ لا الشعب لم ينتخب. والذي عينها من عينها؟ بالضبط. عينها عبد المنصور وعبد المنصور عينها عبد المتحسس. حتى بعدين بعد ما يتم الدستور ويتم عرضه، من سيصور؟ ومن سيجيء للتصويت على النار؟ ومن سيسمح لهذا التصويت؟ هذه كل عملية مشكوك فيها. يعني على الأقل القبل اللي كان عندنا أنه 64% الذين صوتوا قالوا نعم. والبقية قالوا لا. طبعاً اللي بيصوتوا ليست لأن الشعب كان حوالي كل الشعب ذهبوا إلى التصويت. فالمنتقدين بيصوتوا يقول ليس الجميع ذهبوا للتصويت للدستور السابق. لكن إذا كانت قلة الذين ذهبوا فأقل القلة الذين قالوا لا
انت عدم التهاب في التصوير لا يدري ان رفضت للدستور لان كان في حمله لا للدستور في كامل الفضائيات. اذا برايك ما مصير هذا الدستور؟ مصيره كان مصيره مصير اي دستور في بلد دكتاتوري الموجود فقط عندما يكون هناك قوة عسكرية مفروضة. إذا انت يعني مصير الدستور مرتبط بمصير الانقلاب لا ولا أحد يفكر فيه، لكن فقط بقوة السنة مطبق فقط، لكن لا أحد يفكر فيه وبشرعيته، لا يوجد شرعية له. التحالف الوطني لدعم الشرعية ما زال مستمر في دعم دعوة الشعب المصري إلى التظاهر، هل تعتقد بأن الحراك المصري المستمر في التظاهر اليوم صباحا وظهرا ومساء هل تعتقد بأنه قادر على الانتصار وقادر على هزيمة السلطات المصرية؟ المشكلة يعني لا يوجد حل آخر، لا يوجد حل آخر إلا 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 يعني إلا المظاهرات، لا إلا إلا السموم، يعني ما هو البديل؟ البديل إنه يعني لا يوجد حياة بعد ذلك، يعني المسألة ليست حكومة معينة، المسألة هي كانت تكون فرصة للتداول السلمي مهما كان أي حزب. هذه في ظل حريات تعبير عن الرأي، حريات اختلاف الرأي، تبادل السلطة اللي تنتخب من تريد وأن تترشح إلى من تريد، هذا كله منها. فكثير من الأشخاص لا يريدون فقط العيش والكرامة لا يريدون الحرية أيضا، ليسوا يعني حيوانات فيهم قليل الأكل ولا، وحتى هذا الآن ناقص يعني حتى الدولة الاقتصادية فيها. بس وهذا أثر أيضا على جارة مصر غزة الحديثة الآن التي تعاني من الحصار، زاد هذا الحصار ألما وضيقا بعد منع السلطات المصرية لمرور أي شيء من خلال الأفاق، وكان أهم شيء يمر الوقود الذي تحتاجه غزة لتشغيل محطتها الكهربائية الوحيدة التي توقفت اليوم حاليا. برأيك ما أثار ذلك إنسانيا واقتصاديا على قطاع غزة؟ كل المنظمات المتابعة عليها بالشأن يعني دق صفارات الإنذار، الوضع مأساوي جدا وأسوأ من أي مظاهرات الآن. يعني صراحة سمع في زمن المقصي وحتى في زمن المقصي كان الجيش يحاول أن يعني يفتعل الأزمات، لكن الآن يعني أصبح قبل 5 يوم حتى الإسرائيلي سمحوا لمدة مؤقتة لمرور إسمنت، وحتى الإسرائيلي كانوا أرحم ليوم أو اثنين من السلطات الانقلاب المصرية. فالوضع جدا ما هي مقاربة السلطات الانقلاب الحالية مع غزة؟ ما هي المعادلة التي من خلالها تحاصر قطاع غزة كما تقول أكثر من سلطات الانقلاب الإسرائيلي؟ ما الذي تريده؟ تريد شماعة أخرى غير إخوان المسلمين، أن كل من يقف معها، كل من كان معيدا وليس قضية مسلمية، قضية مهمة على الصعيد الدولي. فهم يريدون الآن ممكن بعد الانقلاب ممكن حتى تدخل في شؤون غزة وربما قلب حماس إذا استطاعوا ذلك، ويريدون أيضا الانتقام لكل من وقف مع حكومة المنطقة. الوضع المصري الآن رغم أنه احتل فعلا حيزا كبيرا من تغطية إعلامية، هناك من يرى بأن القضية السورية أيضا ما تزال بغيولها الإنسانية، ما تزال قضية نازكة، السوريون بادئون في بلدان الجوار ومجاكم الكفار في الوقت المحاصرين، ما يزال الآن هذا الدم نازك وما تزال المعاناة مستمرة ولا أحد يتكلم عنه، فلا حياة لمن تنادي، لا يوجد مساعدات وإغاثات تصل إلى هؤلاء. سؤالي لم أسوأ من هذا الوضع، وقفت حالات السجنين وضعوا في السجنين وضعوا السجنين حاولوا الفرار من مصر، سجنوهم وسجنوهم وسجنوهم الأطفال وفرقوا ما بين العوائل، هذه آخر تقارير حقوق الإنسان. يعني يا ريت أنه فقط لم يساعدوهم أو لا، سجنوهم وفرقوا بين العوائل وهم يعني يهاللون في الموت في البحر، ولا يكون في مصر تحت إعلام يعني يثير الكراهية ضدها، يحملون أصبح كل إنسان فلسطيني الأصل أو سوري أصبح هو يعني كأنما تابع للإقامة المصرية أو معيد للإقامة المصرية، حتى على البلاء يطلعون في التلفزيون ويقولون نحن نعرف أين تسكنون وأين تجلسون مع الإخوان سوف يعني نقض الدين عليكم أو نضربكم أو حاجة، تهديد بالعنف. هذا لا يتناقض مع شيم الأخوة وقيم ولا
استقبال الضيف وماذا يفعلون بأبناء بلدهم وماذا يفعلون بالغريب البعيد المحتاج. أحد الأسباب اللي يعني أيضا هم يحتاجون شماعة أخرى عندما كان في مصر تقع العدوية والنهضة كان هناك كثير من المسيحيين والسيدات العلمانيات سافرات في مصر بلد محافظ يعني حتى اللي ليسوا مع الإخوان يأخذون الحجاب فكثير كانوا يشوهدوا في المنصات العربية نساء لا يأخذون الحجاب فقالوا هل ليس القائمين بالدعم العدوية قالوا انظر هؤلاء يعني مكافأة أطياف الشعب المصري الخطية العلمانيات هؤلاء ما ليس فقط المتدينين فأصبح يقولون لا كل هؤلاء السافرات هم أئمة سورية يا أما فلسطينية فأججوا الرأي العام اللي هو يعني الأنصار اليوم متحاملين على الإخوان فأصبح يفكر أن كل هؤلاء الأشخاص كانوا هم الموجودين في المظاهر وليس مصريين فبذا يعني أخذنا نظرة عن وضعنا أحداث مصر في سياق الربيع العربي هل تعتقد بأن الربيع العربي قد أصيب بضربة في وقت نتيجة الانقلاب نعم لكن يبقى أن الربيع العربي بدايته ألف مرة من أن يلقى لأن الآن الناس عندها أمل الناس عندها اتجاه تدافع عليه تؤمن الآن بالديمقراطية تؤمن الآن بالحرية لسنا متحلفين لسنا مختزية بقية الشعوب ممكن أن نكون ديمقراطيين في حالة أن سيطرنا على الجانب الذي يعادي الديمقراطية ما هو البديل الذي يرجع إلى زمن الدكتاتورية كانت لم يعد ذلك بديلا قبل كان موجود يعني أنه لا تتكلم قبل أنت لم تقتل وين مكتوب أنت تقتل أو تنفع تعبر هذا هو نظام قبل فالسبب الآن وبماذا يختلف النظام الحالي من الدكتور في مصر؟ الآن الناس تحاول أن تبدل هذا الشيء قبل كان يعني أيسر كان إلى الأبد لكن هذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد ما دام هناك كيف يمكن ما يجري في مصر أي قوي العربي أو أي صحح مسار في الوقت الحاضر هو أساء نوعا ما تأثيره انتقل إلى تونس يعني أصبح بعض الأشخاص التابعين للنظام السابق أصبحوا يفكرون إذا كان هناك انقلاب على الديمقراطية في مصر فلماذا لا نعمل انقلاب على الديمقراطية عندنا أيضا فأصبحت الفكرة تستهوينا لمدة لكن بعد ما أيضا كثير من الأشخاص الآخرين الذين لا يحبون الحكومة لديهم حق أحرار يعاتبون الحكومة عندما رأوا ماذا فعل الانقلاب في الوضع الاقتصادي والإنساني في مصر لا قالوا لا تستاهل هذه المغامرة يعني خلينا في التفاوض أفضل شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي مأمون العباسي ونختم أعزائي المشاهدين بهذا المقطع الذي يظهر واقع